السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا زكريا اليوات وكلا قاعدة لازم نتنا كل رمضان نحكيه الخدمة اللي راهي طالعة ترند درك في اليوتيوب، في الفام، في التيك توك، في الكوزينة، في المارشي. مسلسل الضمر، مغرب الجزائريين يقولوا عليه مسلسل مليح، مسلسل مليح، هو في الحقيقة مسلسل مليح بغض النظر على الأحداث أنها تجرى في الجزائر. كون جا هذا المسلسل كان نتفرج فيه مسلسل توانسة ولا مراركة ولا في فرنسا ولا في مصر ولا في دولة واحدة أخرى بنفس ليزاكتير وبنفس لونتوراج راح نقول عليه برافو، مسلسل قرمة قرمة وسط شجرة، مش كما اللي في البعض. يعدنا نتفرجوا عليه في الجزائر، نتما راح تولي هدرة واحدة أخرى، تخرج لك فئة تاع ناس واحد أخرين، نتما راح تخرج لك فئة تاع ناس واحد أخرين، يقول لك بني المسلسل هذا ما يمشيش مع تقاليدنا ومع عاداتنا ومع التربية تاعنا مع شهر رمضان. في شهر رمضان صح راني معاك. في هذه توقيت ماهوش مليح تاع عرض الحوايج، بصح يبقى مسلسل، يبقى خدمة نظيفة. الشخصيات اللي في المسلسل الكل عطاو حقها. الكاميرا يحيى مزاحم يعطيه الصحة بس كان بوبيلار في الإخراج تاع هذا المسلسل، خلانا نعيشوا الكواليس كل قبل ما تخرج الحلقة، وهذاك الشيء اللي زاد المسلسل شعبية أكثر وأكثر، لأنه في حي معروف تمثيل بشخصيات قويين، البساطة كانت كاينة، سي بوبيلار. عملية الإخراج تاعو ما كانش تاع طيح خشين وكذا، تحسهم من الفيديوهات اللي ينشر فيها يحيى مزاحم في التيك توك المخرج تاع المسلسل، تحسهم بني راهم عائلة مع بعضهم قاعدين يترنيو، ما عندهمش مشاكل، ما كاينش شغل، ماهيش سيريو الحكاية، كاين صرامة بصح ماهيش سيريو تاع شغلك لا ديكا ولا ما كاينش فلسيف مي. خرجت ربي يبارك كاليتي ملاحة، تصوار كادراج. كاين واحد الغلطات صح صراو في الحلقات اللي شفناها من الاولين، تعاد ساعات يطيح الفلتر قاعد تشوف البلون هكا مالك اللي قال اوب تبدلت الكولار، كي كانوا في البوار هذاك بنت لهم كل اللي راهو كاينه سبه، كاينه سبه من ورا المشهد تاع البوار. ثم جا المشهد تاع البوار ومن بعديك تاع الحي تاع الدلاله الرحبه، كيما نقولها احنا في الشرق نقولوا الرحبه ما نقولوش دلاله. المشهد هذيك تاع الرحبه كاين واحد فيه نسب الام ولا لقطه خرجت كيما راهي، فراكور تاع خمار بيان سير لازم يكونوا كاين. هما قاعدين يصوروا في مشهد والسيد كي عاد في اللونجل، كي عاد في اللونجل تاع الكادر ما شافوش الكادرير، قاعد يصور في يصور في الفيديوهات تاع تيك توك اللي قاعدين نشوفوا فيها. والكوتي تاع الفن التمثيل تاع الممثلين صغار كبار اللي ما كانوش عندهم فرصة به يمثلوا، صنعوا جيل واحد اخر وزدوا يا ولو يعرفوا يمثلوا ولو شفنا تمثيل مليح كل اكثر واقعية. نحكي واحد ممكن نقول لك ممثلين سما نحكي كل ما كنا نبدا نسمي نقول لك العريبي وبيونا وكذا، نحكي لك من الطفل الصغير للطفل الكبير تمثيل ككل، ما كان حتى رول ماست عدى، ما حتى الان ما شفتش حتى شخصية سخيفة كما نقولوا شخصية تاع تقول كان حتى ما داروش هذا ما يعرفش يمثل، ما شناش الحكاية هذي. استراتيجية انك تخرج الكواليس قبل المسلسل كانت ناجحة جدا، بها ساهمت في انجاح هذا المسلسل. أوريال جانجل المونتير هز روحك شوية صحيبي، الميكرو طايح شوية، هز روحك شوية ودي تخرج لك كعبارة من هنا. مشتهاش قبل أني كاين مخرج قد يطرني ويدير فري ستوري يبارطاجي في الجو تاعو مع الشعب الرومان، ودي نرجع التواضع على بساطة اللي في المخرج واللي في الفريق كامل قاعدين يخدموا خاوة خاوة بالتوفيق ليهم فيه. برافو. فيلم أداء مسلسل، أداء اسمه مسلسل، لا تطلع لا تهبط لا تشكي لا شكوبي لا عمر بالزور، بيه بوش فيه اسمه مسلسل. درك نحكيو عن المسلسل وصلت القرابة تاعو بالشعب يا اخي تفهم. مسلسل الضمه كون جا مسلسل اجنبي راح الشعب الجزائري كامل يقول عليه راهو مليح وما تخرجش حتى فئه تاع النقاد، ولكن كي عاد التصوير تاعو في شوارع الجزائر وبالبساطه تاع الجزائر وشاركوا فيه ممثلين، المره دي ما شفناش ممثلين مستفزين، شفنا ساره برتيما دار سيناريو يحيى مزاحم خرجوا والممثلين جسدوه والشعب اكسبته. سلام عليكم. درك راح نحكيو ونفتحوا القوس ونحكيو عادات وتقاليد وحرمه والحكايه هذيك كل نبداو فيها درك.
ما بين دقس صغير وما بين رضا وما بين علام، شغل نحسهم شخصية واحدة مربوطين بالزمن. هذاك الطفل الصغير هو علام، وعلام هو اللي كان الطفل الصغير، والطفل الصغير هو اللي راح يولي رضا، وعلام هو اللي كان رضا، ورضا هو اللي راح يكون علام. خط الدرامي تاعهم واحد. وبما ان الجزائر عندها تحفظات، الفئه كبيره من الجزائريين ما تقول لك لا خليني من المسلسل هذا، برا تقاليدي وبرا عاداتي وبرا مع الموضوع اللي تناولوه في القصه هذه. المسلسل صعب شويه انك تتفرجوا كعائله جزائريه، تسمى مش نورمال تتفرج نتاع السطلة يقولها نطلعوا نقصروا. صحيبي الشرق في الشرق نقصروا يا عيب، شغل عندك انت نورمال. كيما حكيت قرمه، انا قاعد نقول لك طايحين قرم ومقرم ويا القرمه، تبانك انت دركا قاعد تسب. انا قاعد نهضر فيها في اليوتيوب، بصح تهضر فيها في التلفزيون من فوق، من المفروض التلفزيون يراعي شعور الشرق ويفهموا بلي كلمة نقصر راهي عيب. والله كي تقولها لطفلة في البلوك وتدبلها وتدبل عينيك وشغل تقولها يا لينا تعال نقصروا، قاعد تحكي في العيب طول هنا. صح القصة انها تشكل رعب على العائلات الجزائرية كي تبدا تنعتلها من طفل صغير بني راهو قاعد يبيع. هذا قادر يكون تحذير صح للعائلات الجزائرية باش يديروا في بالهم بني كاين الامور اللي تحصل. ما تقوليش ما تزجراش وما على بالياش، في العشرين طفل كاين طفل معرض للخطر معرض للحكايه دي. صح لانه هو الطفل اكبر وسيله امنه باه يعقب المخدرات من بلاصه لبلاصه، ومدى بيهم هم مروجين مخدرات وبارونات يربيو الدراري على صغرهم، من صغرهم يكبر يخدم معاه في الشيات. شله هي قصه دايره كيما هكا، وبلاط عين هذا الواقع، وبلاط عز وبلاط عيزة. شغل بالنسبة لي أنا ده مجرد إنذار محطوط في الفيلم، محطوط في المسلسل، ما إنذار للأولياء ردوا بالكم أو جد يجرى مش مشكل يجرى. بس صح ما هوش شهر رمضان في القطيع تاع الجو تاع الكواليس وكل تحسهم كل عائلة مع بعضها، الدقس يضرب الكلاب يهدر عاشوا ديكوفراو شي حاجة اللي قاعد نشوفوا فيها حنا مسلسل ضروب وزطلة وكذا، حوايج قاعدين يجراو في الكواليس، عايلة مع بعضها قاعدين يخدموا، دراري صغار هذوك بقول الكارتي قاعدين يخرجوا مع نقول لك باب الواد منها 20 سنة 30 سنة يخرجوا منها ممثلين ويخرجوا منها مخرجين مصورين على غير أحداث أجرات كيما هكا تسمى، وجاي نشوفوا حنا في التيليزي وجاي يجرى في الواقع زي. على ديك حبيته ولا المسلسل هذا، رغم اللقطات اللي فيه اللي ما يعجبونيش أنا شخصيا، بس حبيت المسلسل هذا خاطر كانه غير فكره وبعث انذار. بس هلو عندي بيا راهي نكملو نحكيو اخي، انتي ما كنتيش تعقب الكوارة الزطلة وما كنتيش تعقب الحوايج هذوما، شبيك فسخت الخمار ديريكت فهمينا. وانا ما فهمتش تاني سنة نشوف طلبت سلطة الضبط السمعي بصري توضيحات من التلفزيون العمومي على خلفية مشهد في الحلقة الأولى من مسلسل درامي، وجاء في البيان لسلطة الضبط أطلعت عليه سبق بريس سجلت من خلاله متابعتها لأحد مشهد يظهر فيه جدار بأحد الأسواق باب الواد بالعاصمة مكتوبة عليه اسم حركة انفصالية مصنفة إرهابية. وأكدت سلطة الضبط السمة ديك الجدارية عام 12 محطوطة أنت ما شفتوهاش، بتزوا فيديو تسبغة ولا تعيطوا البلدية تروحوا تسبغة شفتوها في التلفزيون. يا السيد قد يمنطي هو مطابز مكهب واش راح يتولى، كان غلطات ياسر بصح دوك نروح نشوفها ونقول لكم قداه. اسمعوا زادوا من الفوق كاين الناس ياسر ما شافوهاش، هما زادوا شهر وباها صوت بالضبط، والنقاد تاع النقاد الحالي اللي مش عاجبهم مسلسل الضمة دوك يهزوا ولا صوت الضبط يمشراه في صفحات الكل. اليوم قصرت معاكم فيديو طويل، خلي نروح نشوف. بون الحلقة الأولى قال لك الحلقة الأولى 19:45 صح. بس احنا نحيه شويه يعني مش هقراب ما نحكيوش عليه كقصه كل مانيش راح نهضر على قصه. شاركت معاك بشويه حوايج حاب نقولها ما عنديش الوقت، تقولي قلت خفت لا رمضان هذا ما ندير حتى فيديو، خفت لا ما ندير حتى فيديو. هذا الفيديو الاول كي تكمل القصه كامله راح نديروا فيديو واحد اخر نحكيو عليه بالتفاصيل واش كاين فيه واش ما كاينش فيه. حصولي صح فطوركم راح يدن الفطور، صاير راح يدن، صاير راح يدن والله صاير. هاي السلام عليكم.